الدور بالجلالي وحسين بن عيادة مع شباب قسنطينة من أجل الانتصار على اتحاد العاصمة وإمكانية ممكن عرقلة هذا الفريق في بطولة الدوري لعدم التتويج باللقب الثامن. مؤيد الله في كورة لمسة عبد الرحمن جول جول عبد الرحمن مزيان يفتتح مجال التهديف لأولاد الكهرباء أولاد الباجة لا صوت يعلو فوق صوت الباجة الحمراء والكحلة الغالية دنيا بلا بيك فانية في حيث استارة عندما تغيب الشمس يظهر القمر الاتحادي ليسمع فخر الجزائر العظيم 1-0 عبد الرحمن مزيان يشعل ويلهب المدرجات مؤيد اللافي ديبالا العرب ياخو كورة لمسة فنية التمهيد مزيان أبا في المرمى 1-0 للاتحاد هدف الباجة هدف الفرحة هدف الامتياز والتألق والسيطرة المطلقة منذ بداية المباراة للاتحاديين اللافي في التمهيد لاسيست ممتازة وعبد الرحمن مزيان بسبع أهدافه هذا الموسم الكنترال باليمين واللمسة الفنية كانت صعبة على الحارس حسام ليمان افرح يا الشعب الاتحاد افرح 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 أجواء مميزة وأجواء كبيرة في قسنطينة فكيف هو الحال الآن في المقاهي وفي البيوت في حي سوستارة خمسة وخميس على الاتحاد في مباراة في ليلة العيد بالنسبة إليهم قبل العيد في مباراة هي الكل في مباراة هي التتويج في مباراة هي اللقب في مباراة هي عنوان لتحديد المصير ولتزعم البطولة الجزائرية للمرة الثامنة كرة من جهة اليسار الشباب في ردة الفعل خطيرة بالقاسم يعد الجول جول 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 يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي ما هذا السيناريو ما هذه البطولة ما هذه الأجواء بالقاسم يرفض أن يكون شباب قسنطينة بوابة لتتويج اتحاد العاصمة مباراة مجنونة مباراة هتشكوكية مباراة دراماتيكية مباراة ولا مباراة في الأحلام 10 دقائق على نهاية الشوط الأول 1 للاتحاد 1 للشباب بالجلال إسماعيل بالقاسمي كنترول دوران تصويب أرضي في المرمى في الجول إسماعيل منصوري يتبعها بعينيه إسماعيل منصوري يتفرج بالقاسمي يعدل الكفة هدف مقابل هدف بابا بابا أجواء كبيرة أجواء مميزة الشباب بعد دقيقتين تقريبا يرد الفعل بالقاسمي خطأ كبير في التمركز في عمق الدفاع من جانب اتحاد العاصمة واسماعيل بالقاسمي لا يرفض الهدية بالقاسمي بفنيات كبيرة على مستوى الاستلام والدوران والتسديد في المرمى هدف يعيد المباراة هنا نقطة البداية الفرحة الآن أصبحت في القبائل يعني أتصور الصيحة وأتصور الفرحة وأتصور يعني ملعب ومدرجات غرة نوفمبر في هذه الأجواء المثيرة بهدف تعادل بالقاسمي كيف كانت الأمور خاصة أنه شبيبة القبائل متعادل إلى حد الآن 0-0 مع شباب برج بوعريليش ترجع الكرة لاتحاد العاصمة ما زال فيها أهداف المباراة المباراة ما زالت فيها يتدخل من إبارة تعود مرة أخرى بن عيادة في الأصل مدافع محور يلعب على اليمين ترجع الكرة لعبد الرحمن مزيان صاحب الهدف الأول مزيان يرفع الكرة طويلة مؤيد اللافي خطيرة للاتحادين فرصة للثاني إبارة 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 جول 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 حتى 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 الأمير برانس إبارة ممتازة جدا رائعة 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 فينومان فينومان اتحاد
اتحاد الجزائر مش عادي، حاجة تسلب العقول. في نومان هدف ثاني مميز، كونتر اتاك نموذجي، اللافي يا سلام مزيان اللافي، الاسيست الثاني، اللمسة الحاسمة الثانية بعد كرة مزيان، إبارة تعامل جيد مع الكرة. أهيا أهيا حطها في الشبكة، 2-1 اللافي ديبالا العرب للكونغولي برانس إبارة، يحط كرة في المرمى، 2-1 للاتحاديين، 9 أهداف لاتحاد العاصمة. مباراة التوقعات، المباراة الكبيرة، المباراة الغير يعني متوقع كيف ستكون نهايتها. 3 أهداف في شوط أول إلى حد الآن، 2-1 الغلبة لاتحاد العاصمة. يرفض الاتحاد أن يعود لغرف الملابس بتعادل باقتسام النقاط. كرة خطيرة، السيناريو يعاد، هدف التعادل يذيع. أوه باتة أخرى من دفاع الاتحاد. ماذا يحصل؟ ماذا يحصل للاتحاديين بعد أخذ الأسبقية؟ هناك نقص في التركيز. شباب قسنطينة، كرة التعادل ممكن، حسين بن عيادة يتنفس بها قليلا. الاتحاد كرة على يمين الحارس محمد لطفي عثماني. يا لها من دقائق، مصعبها لحظات على كل عاشق والهان من جمهور اتحاد الجزائر، من جمهور لوي اسما. ولا داعي لمشاهدة مثل هذه الحركات وهذه الومضات الغير محبذة في ملاعبنا العربية من فئة من بعض الجماهير. أمطار كبيرة، أمطار غزيرة، في الخير قد تكون على لوي اسما. مرفوع شهيد حملاوي. اتحاد العاصمة بطل الجزائر 2018-2017، الرقم الصعب محليا. فخر الجزائر العظيم لوي اسما في حيث استارة مرة أخرى. عندما تغيب الشمس يظهر القمر الاتحادي، قمر مفتاح يظهر في القائم الأول براسية بكرة من ركنية من مختار بن موسى. الظهير الأيسر يوزع والظهير الأيمن يضع الكرة في الشباك. أخلى رأس، أخلى رأسية في تاريخ اتحاد العاصمة في هذا الموسم. أخلى هدف هو هدف الاطمئنان، هدف البطولة، هدف اللقب الغالي والثمين لأحباء الاتحاد، للكحلة والحمراء، للميلاناس الجزائري، لأولاد الكهرباء. يضربون بالثلاث في قسنطينة، يشعلون المدرجات الألوان الحمراء والسوداء. لا صوت يعلو فوق صوت البهجة، فوق صوت أولاد حي سوستارة. ربيع مفتاح 34 عام، الخبرة تتكلم، الخبرة تتحدث. ربيع مفتاح في ثاني لقب ليه مع فريق اتحاد الجزائر بعد بطولة 2016، يوقع ويبصم وبالشمع الأحمر يسكر ويغلق المباراة أمام شباب قسنطينة. 3 أهداف مقابل 1، مباراة بطولية، مباراة بحرارة كبيرة، بعزيمة الاتحاد اليوم. مباراة الذهاب 15/11/2018 هناك في العاصمة، اتحاد الجزائر فاز على شباب قسنطينة بهدفين مقابل 1. اسماعيل بالقاسمي كان افتتح السكور في الدقيقة 39، محمد بن يحيى عدل في 70، وفي 83 محمد لمين حامية يسجل الثاني للوي اسما. مباراة الذهاب بصعوبة فاز بها فريق الاتحاد،
أهم ما يميز مواجهات ومباريات الاتحاد والشباب في ال 15 سنة الأخيرة، ولا تعادل أصفار في 19 مباراة متتالية. اليوم المباراة رقم 20. هذه كرة مزيان، مزيان في الشبكة الصغيرة، مزيان، كاد مزيان يسجل الثالث، كاد ينهي الموسم وينهي اللقب وينهي التشويق. عبد الرحمن مزيان للمباراة رقم 20. تعادل الأصفار غايب بين اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة، ولا تعادل الأصفار. نعم، هذا يحدث في مباراة الفريقين. الأهداف 8 فوز، 6 للشباب و5 تعادلات، جميعها 1-1. هذا رقم آخر، يعني لا يوجد سكار آخر في التعادلات. 0-0، 2-2، 3-3 مش موجود في قاموس وكتاب التاريخ في صفحات لقاءات شباب قسنطينة واتحاد الجزائر. على الجزائر مشاهدينا الكرام أن تفتخر بامتلاكها لفريقين بحجم لوي اسما والسي اس اي اللي قدموا أكثر من لاعب للكرة الجزائرية. اتحاد العاصمة عبد القادر بن قروي، علي الأحمر، عثمان دودة، مصطفى وأكيد، عبد القادر بوديسة، مصطفى ديمامة. بالنسبة للشباب على سبيل الذكر أحمد مراجي، الإخبطرين، صالح زيتون، بولحبال، كمال نعيجة وفريد بيتات. كرة تعود اليوم، الأسماء تتغير، وشباب قسنطينة واتحاد العاصمة في حوار من أجل إنهاء الموسم كأحسن ما يكون بالنسبة للشباب وبالنسبة للاتحاد للعودة عبر الجسور المعلقة إلى العاصمة لانطلاق الافراح باللقب الثامن وعوده المشاركه القاريه بالنسبه للاتحاديين في دوري ابطال افريقيا السنه القادمه من اجل اعاده انجاز وتكرار نهايه 2015.